شوف خلال الشهر هذا الشهر نلعب 9 مباريات، 6 دوري و3 تحدي الآسيوي. يوم غدا مباراتنا مع قوة جوية، أعتقد هي قمة جماهيرية، يعني أعتقد كلاسيكو العراقي أحلى ما يكون الجمهور الطرفي، نتمنى ننقل في صورة طيبة غدا المباراة. أما النتيجة تحصيل حاصل، يعني بصراحة من حقه كل فريق بالت يكسب 3 نقاط إن شاء الله. بالنسبة لمباراة النادي الأحد، يعني فريق الأحد الآن هو متصدر عنده 8 نقاط، يعني وإحنا عندنا مباراة مؤجلة عندنا 5 نقاط. يعني نحاول بكل جهدنا وعندنا ثقة باللاعبين بدون ضغوطات نكسب المباراة حتى نضمن نصدر مجموعتنا. يعني بصراحة وعندنا مباراة يوم 16 مع المنامة، تحذيراتنا هناك اللجان يعني مشتركة موجود في إدارة النادي، من ضمنها لجان الاستقبال، لجان الاستقبال الحكام، استقبال الضيوف، استقبال الوفد، المهم أعضاء الإدارية برئاسة الأستاذ شاكر الجبوري والأستاذ قاهر الموسوي وقسم من اللاعبين الزوراء القدامى. في دعوات للاعبين القدامى؟ لا بصراحة احنا تعرف اللعب المباراة الآن مشغولين بمباراة، يعني مباراة ليس بالسهل تنظيميا، يعني المفروض ان هناك تعاون بين الزوراء والاتحاد وزارة الشباب والجنة الأولمبية، كل تتعاون لأجل مصلحة ليس للزوراء، مصلحة العراق. بس انتم راح تديرون تنظيم باعتبار الملعب ملعبكم راح يكون. احنا إدارة التنظيم قانونيا بالنظام الاتحاد الآسيوي هو إدارة الزوراء تقوم بها، يعني بس طبعا نحتاج التعاون، يعني هناك مثلا منسق المباراة، منسق الأمني، منسق الإعلامي هم من الاتحاد، يعني ماكو مشكلة بالموضوع، يعني الكل تتعاون هو لأجل ما قلت لك المصلحة، خصوصا المباراة الأولى، يعني مثلا قوة جوية عند المباراة الثالثة أعتقد راح تصير عملية سهلة، يعني فقط المباريات الأولية خصوصا الحضور، يعني المراقب الدولي حاضر، مسؤول الأندية، مسؤول الإعلامي في الاتحاد الآسيوي حاضر، مسؤول الأمني مال الاتحاد الآسيوي حاضر، أعتقد راح يراقب الصغيرة والكبيرة، يعني ماكو التجربة الأولى جماهير الأندية أيضا، يعني الموضوع يختلف ليس كالدوري، يعني هناك مراقب يعني وكل تصرفات ستسجل. بالعكس راح تكون من صالحنا هذه النقطة، يعني هي فريق راح تلعب مع فريق خصم خارج بلدك، يعني اعتقد كل الجمهور ان كان زوراء وان كان شرطة وان كان طلبة وان كان قوة جوية كل راح تكون تهاتف هو مع فريق نادي الزوراء لأجل مصلحة البلد قبل كل شيء، يعني هذه النقطة مهمة، ليس مثل ما هي كلاسيكو، يعني ماكو، اعتقد هذه النقطة مهمة وان شاء الله نقل في الصورة طيبة للعراق. ان شاء الله بالتوفيق لكم كابتن. شكرا 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 حبيبي. Wantinia Air is in Iraqi company.